الله لا يهينكم يا شباب. يا حضر الله، إذا تسمح لي عندي بيتين بس. سم مبشر أبو عماد. هذه بيتين ارتجاليات ما توفن اللي بالخاطر، لكن مثل ما تقول كأنها مؤشر معروف اللي بخاطرك. يقول كل شخص يعمل حسابه، وللشتاء جهز معاميله، والملابس ملي دولابه، يتخير من تفاصيله. يا سلام. وحد برد الليل يقفابه، ما جمع له من محاصيله، دورنا والحظ نحضابه، ولي عزم ما قلت الحين. يا سلام، صح لسانك ابو عماد. هاي صفقة صراحة على مبادرتكم الجميلة انتم وابو ناصر. الله يطول بعمركم.